مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة. إن شاء الله الحلقات مازال غتستمر فيما يخص المطبخ، إلا أنني اليوم صراحة جيت نهضركم على واحد النقطة. والبارح أنا خارج في الصباح الباكر تقريبا مع 7:30 إلا ربع، كنشوف بعض يعني في واحد الحانوت صراحة، وهذا الشيء يعني استغربت له بزاف. وبقيت واقف كنشوف، كنلقى الأمهات شادين النوبة على هاد الحانوت شنو كيشريو. حوانت الله يجيب لهم تيسير، حنا كنهضروا كنشوفوا شنو كيشريو هاد الأمهات. كيشريو الفطور لوليداتهم، حلوى وعصير ونعطي للدري. سؤالي أنا، شنو غنديروا إلا ما غنوجدوش لهاد الطفل الفطور ديالو؟ ما عرفتش أنا صراحة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فقط هاد النقطة هادي، وكنخلي لكم نتوما التعليق، ونخلي لكم نتوما أنكم بالدارجة تكملوا من راسكم. يعني أستغرب أنا كيفاش الأمهات شادين النوبة في الحانوت باش نشري لولدي أنا حلوى وواحد عصير وعلم الله شنو باش يدوز به يمشي يفطر به. أنا صراحة بغيت نشارك معكم واخا وقت قصير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لحقاش أنا ولفت أن الأم المغربية الحادقة، وتحية للأم وتحية لكل أم في العالم، ولفت أن الأم المغربية الحادقة كتنوض وتوجد وليداتها الفطور وتوجد لهم داك الشيء اللي بغاو. إذا أنني كنستغرب لما كنشوف هذا المنظر هذا، فصراحة ما عجبنيش الحال. يعني ولفت أنا المغربية كتوجد الفطور يعني بشكل رائع جدا لوليداتها. إذا بينا كنشوف واحد الجيل اللي كيخرج مع ولادو ويشتريو لهم فطور واجد بهذا المصطلح هكايا، وناخدو حلوى وناخدو واحد زعما، ما أنا بقى في الحال صراحة، بقى في الحال قلت أنا باقي موصلناش درجة الوعي وبعدنا ومشينا في الخطأ واحد المسافة بعيدة. ما إن شاء الله نأمل نديروا اليد في اليد. هادشي لا يمنع أننا نهضروا على المرأة الحادقة اللي كتنوض وتوجد الفطور الزوج ديالها وليدة ديالها. فشكرا لك لأنكم انتم اللي صنعتوا المغاربة، ونتمنى إن شاء الله هاد الناس هادوما، يعني إحنا سمحونا، إحنا فقط ننصب أنفسنا إلا سمحتوا ندافعوا على راسكم منكم. يعني فوالا، هذا هو الرساله اللي بغيت نوصل انايا، لان بعض المرات كيكون الانسان عدو نفسه. ان شاء الله اليوم في مدينه الرباط في كليه الطب والصيدله مع الثلاثه ان شاء الله غادي يكون لنا محاضره علميه ان شاء الله حول المضافات الغذائيه، شنو الخطوره ديالها، شنو المساوئ ديالها. وان شاء الله باذن الله تسناونا ان شاء الله. كنتم في الحياه وكنتم في اكاديميه الفن الحياه، وما تنساوش اكاديميه فن الحياه عالم قديم يناديكم. السلام عليكم.